كمان اليوم السابع قال ان خالد محمود طبيب النادي الاهلي اكد ان الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور جاهزين لمواجهه بيراميدز في المباراه والمقرر ليها ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الاسبوع الثامن في الدوري المصري الممتاز. كشف كمان الطبيب في تصريحات صحفيه بعد تمرين النادي الاهلي صباح النهارده ان حسام عاشور تعافى من الجدع في الانكل، وكمان اعلن ان وليد سليمان جاهز بعد ما تعافى من اصابته في الكاحل.